اهلا بحضراتكم من جديد، منورني ومشرفني الكابتن الجميل ضياء السيد. مساء الفل يا كابتن ضياء. شكرا، كل سنه وانت طيب. وعيد طيب سعيد حبيب. عليك وعلى الاولاد والاحفاد اللي انا عصرتهم كلهم. انت عندك احفاد برضه؟ انا عندي طبعا. يعني هزر ولا ايه؟ عندي احفاد جمال. يعني اصل احفاد وانت وطاهر. لا يا عم ربنا يخليهم. انا بقول لك ان احنا معصرين احفاد واولاد، ويعني على فكره يا جماعه شوبير هو اللي نظم لي فرحي. تصدق فرحك وفرح علاء عبد الصالح كله علاء ميهوب كله والله ضياء ده جميل. احنا من سنه كام؟ 77. انا جيت النادي دخلت 74، استقبلتك 77. لسه كنت بكلم دكتور عمرو ابو المجد من كام يوم، وماهر عبد الغفار. وماهر دكتور طبعاً. دكتورنا دكتور ماهر طبعا، واتفقنا هنعمل الكابتن الرشيق. الرشيق كان ماهر ده كان ليبرو بقى، كان كابتن فرقه كان رشيق. كابتن على حسام البدري وساب الكره عشان الطب، ودخل وراح المقاولين العرب ولعب فريق اول في المقاولين العرب، كانوا بيسموه خليفه حسن حمدي. لكن اتفقنا انه هنعمل تكريم للكابتن عمرو ابو المجد في النادي، ضروري. فكنا بنتكلم على محمود جابر ان الناس كلها تكون موجوده. 5 شهور كتير طبعا، كتير طبعا كتير. الخمس شهور وما يتخللهم. يعني الخمس شهور مش انت قاعدهم بمزاجك، ومجبر ومجبر على حاجات، وفيهم خوف وقلق على الحياه وعلى اولادك وعلى اسرتك وعلى شغلك نفسه ودخلك وحاجات كتيره جدا في الخمس شهور بالنسبه للاعيب الكوره، وحاجات كتيره جدا بالنسبه للمدرب، بالنسبه لوزير الرياضه نفسه، للمنظومه كلها. فالحمد لله، الحمد لله انه ان شاء الله ترجع بسلام وترجع احسن من الاول، وربنا يلطف على كل الناس يعني ان شاء الله. 6 اغسطس موعد جيد لبدء الدوري، لكن ممكن نبدا قبل كده ولا كان ممكن يتاخر؟ ممكن طبعا، كان ممكن. هو طبعا اللجنه الخماسيه الله يكون في عونها كانت بتجد مقاومه، وكانت بتجد خناقات على ان الكره ما ترجعش او السنه دي يعني، وبترجع على السنه الجايه. لكن بصراحه انا بحيي، عارف في رأفت الهجان كان بيقول لك في واحد انا ما بشوفوش. ايوه ده انا عارف ان هو كان بيخدمني بشكل كبير جدا. ايوه فانا بشكر اللي خد القرار وصمم عليه. هو مين انا ما اعرفش، اللي خد القرار انه النشاط يرجع وان الناس تلعب والناس تمشي تبع الاجراءات وتخش في السيستم. حاجه جديده علينا، لازم نتعود ان احنا نأقلم نفسنا على كل جديد، نتعود على ان احنا يبقى عندنا جلد في مواجهه المصايب. احنا ما دي كانت مصيبه، طبعا المصايب في مواجهه، لازم لما الكل يجتمع على ده. فانا يعني بشكره اللي خد قرار وصمم على ان الكره ترجع السنه دي، حتى لو هيبقى فيها تاخير الى حد ما على السنة الجاية. لكن كان لازم استكمال الدوري؟ كان لازم استكمال الدوري بأي شكل. زي أنا بقول لك كان ممكن يكون بدري شهر كمان، لكن أو أسبوعين مثلا. لكن الحمد لله يعني الحمد لله أنه رجع، وكان لازم يرجع يعني. البدايات في العودة بتبقى صعبة يعني. أنا تابعت مثلا الدوري الألماني، وأكيد أنت كنت زي أول ماتش تابعته كله. أول ماتشين كده كنا اللعيبة ده واحد هيقع يموت في الأرض، ده المدرجات هتنهد. بعد كده شفنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي من يومين، أرسنال وتشيلسي. وشفنا النهارده برينتفورد الدوري الألماني وهو بيفنش، وشفنا نهائي كأس ألمانيا وهو بيفنش، شفنا كل الحاجات دي. وكمان 4 أيام هتشوف دور قبل النهائي لبطولة أوروبا، وبكره الدوري الأوروبي بالظبط. النهارده بكره اللي بقى النهارده بقى خلاص. يعني خلاص الناس صممت. الناس كان عندها نفس الوباء وعندها نفس، بس نظمت وجي وقت واتحدوا على اتخاذ قرار واشتغلوا وحددوا المواعيد الجديده بتاع السنه الجديده. صحيح. اللي هي في دوري في 12 سبتمبر، وفي نهائي كاس الافتتاح بتاع انجلترا 29 اغسطس، والدوري 12 اغسطس او 18 مش فاكر. خلاص ومضغوط، خد بالك اللعيبه كانت بتاخد شهرين، لا هياخدوا 3 أسابيع او اسبوعين. فكله معمول حسابه ان دي سنه استثنائيه، وده دوري استثنائي، وده رجوع استثنائي تحت مظلة الإجراءات طبعا. عشان طبعًا. الناس بتفتكر انه اللي خد القرار ده عايز مش همه اللي بيعي. لا، انت لو مشيت على النظام كل حاجة بتاعت ربنا. بس امشي على النظام. لما تمشي على النظام اللي هو الاحترازي، اعمل الإجراءات الطبية، ويبقى في إدارات صارمة بتاخد قرارات صارمة على اللعيبة. اللعيب ده أنا محترف، لازم أبقى عارف خطواته كلها، لأنه أنا بستثمر فيه ما يخسرنيش.
هو مش خايف على نفسه، لازم يخاف على عايز اقول لك انه الحمد لله اخر حاجه كان انتاج الحربي لم يتبقى سوى حاجه يعني الحمد لله، وخد اجراء من سمعت خالد مهدي انه بعد كده خد بالك اللعيب اللي المهمل ما دي تحطها في اللائحه زي التاخير زي الـ 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 الرد مش كويس، الحاجات العقابيه. طبعا عجبني المهندس فرج عامر طبعا أول أنا من اول يوم دول قال لك اللي كده من اول يوم قلت الراجل ده صح، الناس قالوا ازاي وده ده حقوق الانسان؟ لا مش حقوق الانسان، ده هتتحط بند ده بيحصل في اوروبا بيعاقب اللعيبه حصل ده بند ظهر جديد علينا احطه في لائحه العقوبات، كسر العزل المنزلي خصموه في العقوبات في لائحه العقوبات عنده مش عنده لائحه فيها ثواب وعقاب، ضيف بند بقى ده حاجه جدت علينا ده الضاف. طيب كنت بسألك عن البداية بتبقى صعبة المصري والزمالك، من وجهة نظرك هتكون هي أصعب المباريات؟ بص المصري يمكن موقفه في الجدول مش كويس وكان عنده شوية لخبطة في عملية القيد، المصري العاشر بعشرين نقطة بس بينه وبين الهابط اللي هو دي دجلة خمس نقاط، بس المصري لعب 16 برضو ودجلة 18 برضو موقفه المفروض يبقى أحسن من كده. عنده مشكلة في اللعيبة، عنده مشكلة، أنا بسمع طارق كتير وعبد الظاهر عنده مشكلة في القيد، عندهم لسه مشكلة واقف في القيد قائمة. وعندهم مشكلة شوية في الدعم المادي، لكن نعم. مع ده شفت لهم كم ماتش ودي لحد ما الفرقة مش وحشين؟ لا كمية الجري كويسة، الخطوط مكتملة بشكل كويس، دفع بكام ناشئ كويسين، بعتقد انه حالتهم كويسة. الزمالك بيكمل الدوري هو عينه على افريقيا، يعني من تصريحات كارتيرون انه هياخد الماتشات الدوري. تصريح كارتيرون كان فيه لقم انه قال هلعب على المركز الثاني عشان اتاهل لبطوله افريقيا ابطال الدوري، بس اكيد عينه على الدوري حتى لو كان الفرق. ما هو انت تقول ده عشان ده المنطق دلوقتي حسب فارق النقاط، لكن لما الكره تتلعب والماتش يتلعب انت تكسب. بيجي مثلا واحد هو بص ايه انت تكسب كل ماتشاتك وما لكش دعوه وتشوف المنافس بقى يقع امتى. بيجي واحد زي جوزيه مثلا يبقى الفرق بينه وبين الزمالك مثلا 10 12 بونت يقول لك انا بطل الدوري، فاهم؟ هل هي مدارس؟ مدارس، ما هو دي دي بتهبط وتعلي ودي بتهبط وتعلي. دي لما اقول انا بلعب على المركز الثاني فالمتصدر يجي له حاله ارتياح نفسي ان ما فيش منافسه. وده جزء من العامل النفسي في انك تصدره للمنافس. او العكس ان انا اضغط عليه. انا فاكر لما كان فرق 8 بونت ورجع وقال يا جماعه شيكابالا ده لعيب جامد جدا جدا جدا، انا لو المنافسين انا بس ما عملش اي حاجه غير ان انا امسك شيكابالا لانه لعيب مزعج مزعج، صدر رسائل للمنافسين. انت واخد بالك؟ ده جزء، ده نوع من العامل النفسي اللي انا بضغط بيه على المنافس. فكارتيرون ماشي بتصريحات كويسه جدا وهاديه، وهو راجل عنده رصيد من بطولتين مريحه شويه. طبعا مخليه يفكر في بطوله افريقيا باريحيه. بص انا بقول لك عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي وهو على القمه لكن عايز ياخد الدوري عشان يبقى حاط في دولابه بطوله الدوري المفضله، وتيجي للبطوله الاهم واللي الجمهور منتظرها بشكل كبير جدا وهي بطوله افريقيا. فعليه ضغط بطولتين، النادي الاهلي عليه ضغط بطولتين. كارتيرون بيشيل ضغط بطولة هو عنده رصيده في بطولتين السنة دي، فبيشيل ضغط بطولة الدوري وياخدها كتجهيز لبعض العناصر وبعض اللعيبة، ولو حتى دافع بالناشئين اللي ظهروا بشكل كويس هيبقى مكسب، يبقى كسب حاجة ويركز في بطولة افريقيا بشكل جدي جدا. فأنا بشوف انه تصريحاتهم متوازنة بشكل كبير. خلينا ناخد المصري، مركز العاشر زي ما انت قلت المركز مش حلو لا يليق، عنده مباراتين مؤجلتين يمكن بيتعشم فيهم، لانه لو كسب هيبقى 26 بونت يطلع على طول على صاحب المركز الخامس، هيبقى السادس في جدول المسابقه. هل طارق العشري قدر يستفيد من المرحله انه كان جاي بسرعه وكان الوقت بالنسبه له ضيق رغم التوقف؟ ما هي المرحله كان فيها توقف. نعم. يعني انت احيانا بتستفاد من التوقف انك بتعمل فتره اعداد وتمرن ولكن المرحله كان فيها توقف تام. فهو درجة الاستفادة ما يلحقش فيها مع النقص في اللعيبة، لكن هيقدر يلحق جزء. والغرض على بعد الماتش الرابع او بعد الماتش الثالث لو قدر يحصل نقاط، يعمل عملية جمع نقاط، هيطلع بشكل كويس، خصوصا ان الكل متساوي
في هذا في الجزء ده الكل متساوي. نعم. يعني ما فيش نادي ما فيش فوارق كبير ما فيش فوارق بشكل كبير جدا، خصوصا في عمليه الجري، خصوصا في الماتشات، في الفورمه بتاعه اللعيبه على حده، كل لعيبه على حده هتلاقي كل الناس متساويه ومقربه من بعض. فاللي هيبقى حذر جدا وما يندفعش انه يبقى عايز يكسب وخلاص، انا بعتقد انه هيجمع نقاط كويس، هيجمع نقاط طبعا لازم كويس. تبقى حذر، ما تبقاش عندك اندفاع حتى لو بتلعب مين. لو انت بتلعب فرقه بتصارع او مش انت، انا بتكلم على المصري وما على شاكله المصري من في الجدول يعني. لازم يبقى حذر انه يعمل عمليه تجميع نقاط، ما يكونش في اندفاع. قصه انه المصري لعب مع بيراميدز مباراتين ورا بعض في يوم واحد، انا ما فهمتهاش. عنده فرقتين بتحصل ساعات، كانت في فتره الاعداد تلعب ماتش الصبح وماتش بعد الظهر بفرقتين عشان تشرك ال 25 لعيب، انت واخد بالك؟ عكس ما تلعب تشركهم على 45 دقيقه. ممكن نقول المصري الف والمصري ب وبيراميدز الف وبيراميدز ب، كل فرقه فيها فوق ال 25 لعيب. ماشي، عارف يعني. اذا يعني انت لعبت الفريق غير الفريق، تعتبر مباراه غير المباراه، تعتبر وبيراميدز عمل كده برضه. ما انا قلت عندهم لعيبه وده جزء كويس من الاعداد، يعني تفكير كويس زي تفكير التلات اشواط اللي لعبوا الزمالك مع دجله. ده تفكير جيد. انا ما عجبنيش. لا، تفكير جيد. بعد كده زيزو جاله شد، هو بس وطارق حامد جاله شد، هو محمد هو زيزو لعب قد ايه؟ لعب شوط بس، ما هو خد ورا بعض، ما جالوش ورا بعض، ما جالوش شد من من الشوط اللي لعب. انا شفت انت لعبت 90 دقيقه، يعني كنت ممكن زي ما انت بتقول. لا، هو ممكن كان ولا برضه عشان عنده فرقتين فجرب فرقه ثانيه. عنده فرقتين ودخل ناس وطلعت ناس. لا، هو جاله من قبل كده من التحضير طبعا. ممكن يكون في الشغل عشان تلحق، ففي عضله بتستحمل وفي عضله ما بتستحملش، في عضله بتشيل وفي عضله بيجي لها حاجات خفيفه. فده وارد يعني. غياب اونجم، غياب بن شرقي، غياب طارق حامد، غياب اوباما، واحتمال غياب زيزو ياثر على فرص الزمالك، والزمالك بيتمسك بكل ما اوتي من قوه بالفرص على الاقل زي ما مدربه قال. خلينا في كلام مدربه، نبقى في المركز الثاني عشان افريقيا السنه الجايه. هو طبعا ياثر على قوه الزمالك لو الماتشات اعلى من كده. لكن اي حد موجود عكس دول مش هيجد صعوبه في انه يتالق، خصوصا ان المصري كمان عنده نقص يعني. انت واخد بالك؟ فمع نقص المصري لا، الزمالك عنده لعيبه تكفي وتظهر بشكل كويس، مش هيبقى عنده مشكله. لا خالص اطلاقا. الولاد الصغيرين اللي ظهروا في الماتشات الوديه، اسامه فيصل وحسام اشرف، بقى عليهم حمل عبء ولا ياسين مرعي حد اسمه ممس تقريبا، حسام، لعيبه كويسه. لعيبه كويسه قوي. بس الراجل قال لهم انتوا فرصتكم جايه وانتوا كويسين. طبعًا و في وقت في وقت لازم يعرف انه في وقت، والاوقات دي اللي بتبين اللعيبه. الاوقات اللي بيبقى فيه مثلا توقف، فيه انت عايز تجيب حد فبتكمل من الناشئين. كلنا لعبنا كده ان لو تفتكر. فبيعلم، فبيحط نفسه، بعد كده هيلاقي له فرص. انا بعتقد انه زي الاهلي، لو خلص الدوري بدري لازم هيدي فرص، لازم الناس اللي ما بتلعبش تلعب، والعربي يلعب، واسمه ايه الباك ليفت شكري دول لعيبه كويس، وواضح ان هم موجودين وشغالين مع الراجل طول الوقت، وفي ناس منهم هيبقى في القائمه. القائمه بقت 20 لعيب والتغييرات بقت 5، فيبقى عنده فرصه عنده فرصه. وده الوقت اللي يطلع فيه الناشئ ان انت عندك لعيبه كويسه. لا، عندك اهو الزمالك، لعيبه الزمالك دول لعيبه كويسه جدا ما شاء الله عليهم، يقدروا ده يوريني القضيه مهمه يا كابتن ضيع، انه الكابتن ربيع ياسين هو من رشح الاولاد دول للتدريب مع الفريق الاول. يعني ربيع كلم اسماعيل يوسف قال له عندي مثلا ولد زي اسامه، حسام اشرف اظن موجودين، وده كان دور حضرتك عملته. كان قبل كده الكابتن مصطفى يونس لما كان ماسك المنتخب قبلك، وايامينا حتى ايام منتخب الشباب، انا لما كنت سنه 78 كان الله يرحمه ابراهيم يوسف، وكان محمد حازم. لا، هو المنتخب يا كابتن بيظهر اللعيب اكتر. يعني بيلمعه، لانه الدرجه الاولى اللعيبه بتبقى موجوده، ولو الفرقه جامده بتبقى موجوده. انا راجل
في النادي كل يوم. طبعا لازم تبقى في سيستم. واللعيب ده مش كده برضو؟ طبعا طبعا لازم يبقى في سيستم. مش زي ما تابعته يجي مدرب قطاع ناشئين ده من 78. لا لا ما بقول لك لازم يبقى في سيستم ومرتبط بشكل كويس. النادي الاهلي كان عامل ده في فترات كتيره جدا كان عامل ده، وكان الفرقه انا لما كنت ماسك ال 20 كنت بتمرن على طول في الجزيره. مظبوط. وكان مانويل انا كنت بحضر التمرين مع مانويل جوزيه. ياما قلت عمرو انور يحضر مع فايلر. يا جماعه عمرو انور يحضر التمرين مع فايلر، يخش في الملعب، يخش الملعب يحضر التمرين لانه ماسك الفرقه الثانيه اللي وراه. يحضر التمرين الصبح ويمرن فرقته بعد الظهر ويشوف مساعد. طبعا هو العربي ده مش بيلعبوا مع عمرو، مش خدهم من عند عمرو. انت واخد بالك؟ وممكن يبقى في 2 3 4 5 تانيين. ايوه صح تمام. يبقى السيستم هنا شغال، السيستم هنا ده نادي كبير نادي الاهلي. ده اللي كان بيحصل. انا بقول لك مانويل جوزيه كان انا بحضر التمرين وكان يعاقب لعيبه يقول لي ده عاقبه، انا معاقبه بس يلعب، عايزه يلعب في الحته الفلانيه فاجيب اللعيب وانا اهيئه نفسنا. كان مسموح باولادنا فوق السن يلعبوا عندك ساعتها؟ كان في 4 يلعبوا. يجي ويلعب. مره بقول لك وقف 2 لعبوا نهائي في الفاينل اللي كان في جنوب افريقيا، علي ماهر وهشام حنفي. لعبهم عندك، نزلهم عاقبهم. كان اتخانقوا الماتش اللي قبليه ما لعبوش في الدوري. عملوا مشكله نزلهم، وجي قال لي خد بالك دول هيلعبوا الماتش النهائي هناك. اتفق معاك على كده. قلت له ايه انت واقفهم؟ قال لي لازم توقفوا، هيلعبوا هناك. فلازم يكون في سيستم. انا عندي لعيبه كويسه، بس اللعيبه الكويسه دي لازم تبقى محطوطه في اطار مستقبل النادي. انت واخد بالك؟ هي المشكله انك انت لو حسبتها اقتصاديا وحسبتها فنيا لازم تعمل سيستم. نعم. انك انت بتدفع مبالغ كبيره جدا واحيانا بس لو رمشت كده هتلاقي مش كده؟ طبعا هتلاقي، بس وانت ترجع تندم مش عارف مين ده كان في اشبال الاهلي، مين كان في اشبال الزمالك كده. بيقولوا لي العربي، قلت لهم العربي ده لعيب كويس جدا. من فضلك العربي ده يا كباتن يا نادي اهلي بعد اذنكم ده ما يروحش اعار. ده يقعد وهيلعب. يلعب اخر السنه دي 5-6 ماتشات وهيبقى كويس. شكري لعيب كويس قوي. بس حد يكلمه انه مكسوف. طبعا خجلان. ده مش هينفع، هيعمل زي محمد حمدي. كان باك هايل في النادي الاهلي. رائع. مكسوف. بس مكسوف. راح انطلق في المصري بس بقى على قد المصري وبيراميدز. وهو لعيب هايل محمد حمدي. وراح المنتخب. لعيب مؤدب بس لازم يبقى متنحرر. مخرب بس ساكت وهادي. لازم يا شكري انت لعيب كويس قوي وكرتك كويسه، لازم ما تبقاش خجول. شكري ممكن يتعمل له اعاره هيبقى كويس. لعيب هايل. بس محتاج طبعا يعني القطاع كله محتاج 2 بدني، 2 فيتنس كوتش. لازم يكونوا موجودين. لو واحد زي ده يطلع الدرجه الاولى وهو كتافه مش عامله كده. لازم يطلع وهو الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت. عشان كده لازم، انا سامع النادي الاهلي بيطور في القطاع. لازم الحاجات دي ياخد. موافق على فكره مدير فني القطاع ده؟ لازم متاخره. ده لازم طبعا متاخره. والناس ربطها بكورفر. انا كنت موجود ساعه كورفر. كان واخد قطاع المدرسه. مظبوط. ده ملوش علاقه خالص بس عمل شغل كويس. عمل شغل هايل لقطاع المدرسه. نعم. بتحتاجه لما الولاد تكبر فوق. اللي هو شغل السكيلز والسكيلز ده والفوتت. ده نص شغل اللعيب. الفوتت ده وشغل الرجلين من تحت ده شغل. لكن لازم يبقى في ترتيب كويس. المدير الفني اللي هيجي جنسيته ايه وهيشتغل ايه عشان فوق. الا اذا انت كنت جايب عشان هتغير المدرسه اللي فوق. لا لا لا، ما هو انا كمان مش عاجبني حته ان فايلر يجدد سنه دي. انا مش مقتنع بيها. عايزه سنتين مش حاببها يعني؟ بص انا جبته سنه. هو ما حدش يعرفه وانا جايبه ومراهن عليه. هو نجح، كسبت الرهن وانا نجحت. احنا نجحنا مع بعض. نجحنا مع بعض. الخطوه اللي جايه يا كابتن شوبير مش سنه، سنتين على الاقل. طبعا يا كابتن. الخطوه اللي جايه سنتين. خلاص بقى في استقرار. ابتدى يجيب اللعيبه وابتدى الفرقه تشرب الشغل. شغل هايل. ما بقولك شغل هايل طبعا. هو نجح والاهلي نجح. الاهلي جاب له لعيبه وصرف اقتصاديا كتير جدا. نعم. لحد ما عمل شكل التيم ده. عشان هو ينجح، هو اشتغل معاه تكتيك كويس واشتغل معاه بدني كويس، نجح. ما حدش يقدر يقول غير كده، هو نجح. لكن انا بقى عايز استقرار سنتين. انا السنه دي خد بالك، سنه دي ما تبقاش مريحه وانا فرقه كبيره. تبقى على ابقى قاعد مستني البطوله اللي جايه. ما ينفعش اعود له البطوله اللي جايه. ايوه.
انت واخد بالك؟ فهو انا ما اعرفش اجراء التفاوض مش ازاي اجراء التفاوض ايه اللي حصل المشاكل او بس كنت افضل انه يكون سنتين. معلوماتي يعني انا هقول لك خطوط عامه يعني هقول لك خطوط عامه انا اللي كنت يهمني استقرار التيم لانك انت عملت تيم باعمار كويسه بلعيبه كويسه يمكن عندك شويه مش عارف رمضان معاك ولا مش معاك يمكن مشكلة. انت واخد بالك مشكلة. ماشي لكن انت ده موجود عندك فعملت شكل التيم بشكل كويس جدا جبت طاهر محمد طاهر هو لعيب هايل وانا في اعتقادي ان شاء الله هيبقى في سيستم النادي الاهلي هيعدي كويس ما ينفعش سنه دي هتبقى على المحك فعشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنجيب المدرسه اللي تشغل تحت ومن فضلكم لو سمحتوا المدرسه اللي تشغل تحت اهم حاجه عنصر جوه القطاع المدرب المدرب مهم جدا انك تشتغل على المدرب النادي كان بيطلعنا بره وجاب لنا وجبنا خبراء يدي محاضرات للمدربين انت لو فاكر القصه طبعا دي طبعا يعني انا طلعت اياكس على حساب النادي الاهلي طلعت اياكس وبعد كده لما الدنيا بقت كويسه بقيت اطلع هات لي المدربين يعني انت تعمل تنقي خالد ابيبو كده المدربين اللي هيشتغلوا معاك وتثقفهم في تغيير كبير حسب ما انا لازم يثقف المدربين لان هي المشكله مش في اللعيبه اللعيبه موجوده المدرب المشكله في اللي يوصل المدرب اللي يشتغل المدرب مظلوم عشان مش تلاقي شاشه او لاقي ترابيزه تديله الجديد باستمرار والحلو باستمرار ولازم القطاع يبقى فيه اتنين فيتنس كوتش مش كل واحد اتنين طبعا لازم الموهوبين يشتغلوا لوحديهم انت ناسي دي اتعملت في الثمانينات الموهوبين فاكر لما لموا الموهوبين اللي من اول 17 لل 20 وبقوا يتحطوا وكانت بتلف المحافظات كنا بنلف مع كابتن ماهر كابتن ماهر مره ورحنا مع كابتن عمرو مره كذا مره يعني أنا مع كابتن لا لفينا المحافظات كلها الدنيا اتغيرت وعلم الكره تقدم دلوقتي لازم الجون يشتغل كويس واللعيب لازم ما بقول لك بص شكري كتفه عمل ازاي عامل كده ده باك لازم في الماتشات اللي فيها خناقه مفروض الماتشات اللي فيها خناقه ما ينفعش انت بتغير في بعض اللعيبه لعيبه كويسه قوي لكن حطه في الماتشات اللي هي بقى سيمي فاينل وانت بتقول انه موهبه كبيره موهبه هايله لعيب هايل دماغه ما شاء الله في الكوره انت متابعه من زمان شايفه يعني شفته هو كمان عجبني العربي بس ما تتغرش لانك ممكن تقعد انت واخد ده لعيب لا لعيب كوره بس في الماتش الخناقه خجول وفي ماتش وانت عندك ماتش يعني يا جماعه ماتش محتاج يعني ماتش تقيل يعني شمال افريقيا يعني سيمي فاينل يعني فاينل انت فاهم قصدي فانت محتاج ده جوه القطاع محتاج ده ومحتاج ناس كتيره واهم المدير الفني اللي هيحط السيستم ما يتغيرش عن سيستم فوق ما يبقاش ده سيستم لا اكيد في تنسيق وده سيستم نعم ومن فضلهم الفريق الثاني عمرو يحضر التدريب ما فيهاش اي حاجه عمرو مدرب كويس وواعد وده لفايده الفرقه يشوف فايلر بيعمل ايه طيب. كل ده كلام مهم وجميل لكن خليني ارجع معاك لبطوله الدوري العام مره ثانيه شايف المستوى المباراتين الاولانيين الاهلي مع او الزمالك مع المصري والاهلي مع انبي المستوى في البعض بيراهن انه مش عايزين عن 50% البعض بيقول اقل البعض ممكن تحصل مفاجاه الدنيا تبقى احسن لا مش حكايه مفاجات انا باكد انه الناس مش هتلاقي فيه فروقات كبيره من ساعه ما الدوري وقف طبعا مش هيلاقوا فيه هاخد الكلام ده لا لا انت عندك على مسؤوليتك انت عندك استوديو يوم ان شاء الله الخميس ولا الجمعه يوم الاحد ان شاء الله هو الخميس سيف الزمالك والمصري يعني هنشوف لو مش عاجبك سيف نغيره ما عندناش مشكله لا سيف ما اقدرش سيف حبيبي انا قاعد في بعض السيف لا معلش بس انا بهدي النفوس بهدي النفوس لا لا مش هيبقى في اختلاف كتير انا شفت ماتشات كتيره جدا كل ماتشات الوديه شفتها عجبني الجيش الجيش عجبني المصري عجبني المهم انه ما اتغيروش في الماتشات الرسميه اسوان عجبني مع كشري سبحان الشكل. الله خالد جلال اف سي مصر شكلهم واقفين على رجليهم صحيح. بشكل كويس الاسماعيلي عملوا شفت لهم ماتشين يعني ما فيش حاجه معكنين عليهم غير هو سعفان يا سعفان بطل كل شويه تطلع ما هو تقول
اصل الدوري احنا كان لازم نقعد والدوري رجع علشان انديه معينه يا ابني، مش عشان الاهلي يا ابني اللي رجع الدوري. ما اسمع الكلام، لكن اسماعيلي لا عبد الرحمن اطيب مخلوق في الدنيا طبعا، بس هم اشتغل معايا اللي زقني قدام القطر يعني. لا لا انا عارف. عايز اقول لك لا مش هتلاقي اختلاف كبير جدا. لو اول ما الناس سكتت وهديت انت لقيت المدربين بتلعب من الاسبوع الثاني ماتشات. امبي كمان شكله حلو، كابتن حلمي موقف الفرقه على رجليه وعاملين ماتشات كويسه. عايز اقول لك معظم الانديه يمكن هو اللي اتاخر شويه الانتاج، معذور المقاولين كمان شويه، المقاولين 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 كمان عنده هدف. خد بالك بعد الماتش الثاني هتلاقي الناس دخلت في المود وخلاص. نعم. والقصه المدربين لما معظم المدربين اللي كانوا مستائين من عوده الدوري مش عايزينه من الاسبوع الثاني يا كابتن في فترات ماتشات واشتغلوا بشكل كويس. حتى الاتحاد انا شفته في ماتشات اتغلب فيها لكن شكل اللعيبه مش وحش. هو عنده نقص في اللعيبه اللي بره اللي هي الاجانب اللي ما جاتش، لكن انا بقول لك انه الشكل كويس باستثناء برضو دجله. دجله انا شفت ماتش الزمالك هو بس انها شغاله بنفس السيستم، هو كان 1-0 لحد 90 دقيقه لما بقت 120 دقيقه خسر كتير. لكن هي من نفس الغلطات اللي هي قبل ما يقفوا ان شاء الله يتدرجوا نفسهم، لان هم لعيبه واحده وصغيره وفرقه يعني الفرقه الوحيده النادي الوحيد اللي محترف في الدوري المصري. احنا دوري هواه نادي دجله. ما تنصبوش علينا بقى بتوع بتاع الكوره. انا مالي وانا في اتحاد الكوره دلوقتي انا احنا دوري هواه زي زيك دلوقتي. احنا مش شركات. لا انا رسمي دوري محترف. ازاي رسمي؟ اسمي انا كده اجيب لك من الفيفا بإيه؟ التقرير الاخير. لا سيبك لورق ورقنا والحاجات بنعملها، لكن انا فين شركه النادي الاهلي لكره القدم؟ فين شركه نادي الزمالك لكره القدم؟ فين شركه ده الدوري اللي بتقدم ده؟ كل نادي بياخد الرخصه دوري محترفين كذا، لكن انت لسه ما زلت العضو بيه. المقصة شركة. انت فلوس الاعضاء بتصرف على الكورة. المقصة شركة ودجلة ومصر ومصر نادي مصر شركة. تعرف كده؟ نادي مصر عندهم رجل رئيس النادي ده طبعا جدا. احمد خليل تقريبا فكره حلو لا هايل. قعدت معاه لا دماغه حلوه جدا. بس هو بيزهق بسرعه، كان زهق وعايز يبطل كوره ويبطل يقفل الفرقه، لكن هي فرقه كويسه وهو كويس دماغه كويس. دماغه كويسه جدا. يعني هي الكوره لو فتحت شويه والبس اتظبط انت هتشوف استثمار كويس. مين اللي استفاد اكتر ماتشات وديه، زمالك ولا مصري؟ انا بشوف انه كل مدرب استفاد في اجزاء هو تهمه هو. الزمالك في اجزاء كتيره تهمه وهتخدمه في افريقيا، ابو اعتقد ان استفاد واستفاد استفاده اكبر بقى. اكبر ايه بقى؟ الاهلي في الاثنين لعيبه اللي احنا شفناهم دول، شكري والعربي، والزمالك في الاربع لعيبه اللي احنا شفناهم، اسامه فيصل وحسام اشرف وسيم مرعي وممس. كان نفسي اشوف سيفر وجعفر. كورته كويسه. لعب ما لعبش؟ شفته لعب شفته ماتش. شفته ماتش لعب فيه. لا لعيب كويس. لا سيف لعيب كويس. سيف لعيب كويس بس مالوش دعوه بابوه، مش هيقول احنا مش هقعد مع الحكام. هكلمك على ابوه يعني. لا كابتن هو خانوا التعبير وخلاص. لا المشكله انه قاوح يعني، ما خان التعبير خلاص يعني. اصل مفيش مانع ان انا اغلط بس اعتذر يعني. لا طبعا لازم يعني في غلطه، لكن يعني غلطه. وهو نجم كبير. بص الجون ده فيصل عمله ازاي؟ فاروق كنا متفرج عليه. لا ده نجم كبير طبعا يعني. كابتن فاروق اتفرج عليه ونستمتع بيه ودمه خفيف وراجل لذيذ ولطيف، لكنه في حاجات هو غرز ما ينفعش قضيه. والغرزه دي بقى ما انا اطلع تاني يوم اقول يا جماعه زي ما انت قلت كده اعتذر وخلاص. لكن كان خلص الموضوع مش كده؟ اعتذر يا جماعه. ده انا شفت ده ايه بقى؟ ده المغاربه خدوا عليه. لا 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 شفته في برنامج في البي بي سي، انا مش بهزر. في فرنسا 24 فرنسا عامله تقرير قد كده كلها اصلها مغاربه وكلها جزائريين. لا طب البي بي سي عملوا تقارير قد كده. انا اتخضيت يعني، والناس كلها بقى الموضوع بالنسبه لهم اساسي. فانا كان نفسي الحقيقه يكون هناك اعتذار والموضوع ينتهي، لكن اصله مش عارف مين وبقى ايه والقصه والحدوته. هو البطولات الافريقيه بالمناسبه انت مش فاكر كانون ياوندي؟ فاكر طبعا. عندكم ضربات جزاء كانون ياوندي يا ريت لا طبعا. ازاي
ده عذاب العذاب. ده الماتش فاكر انت صديت فيه ضربتين جزاء. ما انا فاكر ما انا بقول لهم انت صديته علاء ميهون واحنا الثلاثه ما كانوش هيشوطوا. انت انا واسامه وزكريا وانت ده شوت واحنا الثلاثه جه لنا الكابتن سيد الله يرحمه قال لك هتشوطوا. ليه يا كابتن؟ قال لك هتشوطوا نشوط. ليه بقى؟ ليه يعني ما في ناس اعتذرت. ناس اعتذرت بتاعت الصعبط ولا ايه؟ ما انا هعرف الناس بس خلينا ما تخلينا نقول شويه اسرار. مين اعتذر؟ لا ما تخليك جدع بقى. لا يا عم بلاش انا اقول. لا 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 اصل انا مذيع. لا انت كبير. انت كابتن فرقه. انت كابتن فرقه. لا انا قصدي وشوف الملعب كان سيء. لا ومجدي احسن واحد واللي هيدينا الثقه وخش شايط صاروخ تضيع سونجو كان صدها ايه؟ انا قلت جت في القائمه اتاري صدها. لا من قوتها فدانا الثقه بصراحه. ما الثقه كان عندهم كوندي ساعتها فاكر؟ كوندي لا 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 كانت فرقه كانت فرقه هديب الحكام؟ لا 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 انت انت مش كنت معانا في كوت ديفوار الفرقه اسمها ايه؟ اسك لما الحكم طلع السنجه. انت اللي لعبت الماتش ده؟ امال ايه؟ لما الراجل ماتشين انت جايب الكره تحطها تلعب فاول. ده فاول. انت فاول وفجاه لقيناه جون بعد صفر ورايحين نعترض لقيناه بيطلع مسمار. والله طلع مسمار لمجدي. طلع مسمار ساعتها. احنا كسبنا هنا 2-0 وبعدين ضربات جزاء كان ماتش صعب. لا هنا احنا خسرنا هناك 2-1 وكسبنا هنا 3-1. 2-0 ده افريكا. لا 2-0 2-0 ضربات جزاء. لا ده افريكا سبور. والله افريكا سبور. افريكا سبور خسرنا هناك 2 وكسبنا هنا 2 لكن اسك 2-1 كان حمدي برادي جاب جون. ايوه لو تفتكر. وكسبنا هنا 3-1 كان الخطيب جاب جون ومحمود صالح جاب جون وبعدين جاب فينا جون وجاب فينا جاب جون مش فاكر زكريا اللي جاب الثالث بس الخطيب جاب الجول الاخير. علاء ميهوب. علاء ميهوب ومحمود صالح. يا رب بس ما اكون ناس. حوار ممتع مع الكابتن ضياء السيد. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. استعدادات الفرق للدوري العام المصري، شكل العوده، النجوم متوقعين. هنجيب لكم بقى شويه لقطات نفكركم بالدوري العام وجماله وحلاوته. النهارده الحمد لله اطمنا على معظم اللعيبه. عندنا شويه اصابات الفتره الاخيره دي بس الحمد لله رب العالمين. يعني عندنا عدد كافي من اللعيبه الحمد لله. الاداء النهارده مش وحش، اداء كويس. ده خلاص يعني البروفا قبل الاخيره قبل بدايه الدوري. يعني ان شاء الله كده مستبشرين خير ان شاء الله، يبقى دخول الدوري باذن الله نعمل شكل كويس باذن الله في الدوري. الفكره كلها ان انت بتاخد من الماتش النهارده حاجات كتير، يعني بتاخد بدني وبتاخد فني وبتطمن على لعيبه كانت بعيده شويه بتقرب. عندنا كان في اصابات رجعت النهارده، فلا الاجابات كتير قوي النهارده الحمد لله. مش مركزين قوي في حته النتيجه على قد ان انت بتطلع بتادي بشكل كويس الطريقه مثلا الطريقه اللي الكابتن عماد قايل عليها النهارده الناس نفذت ولا ما نفذتش. دي كلها ايجابيات النهارده الحمد لله. يعني والله طبعا الحمد لله يمكن ماتش كويس النهارده والنتيجه يمكن ايجابيه الحمد لله. بس احنا يعني النتيجه طبعا احنا فرحانين ان احنا كسبنا ماتش كويس، بس احنا بنطمن على اللعيبه دي اكتر حاجه بسطانه. اللعيبه كلها في حاله كويسه ان شاء الله. مهم جدا اول ماتش لينا. عندنا ماتش مع بيراميدز، فرقه محترمه، فرقه كبيره. احنا في موقف برضو مش ما يليقش باسم نادي الجيش ولا بلعيبه نادي الجيش. يمكن احنا مركزين كويس اول فتره ديت الحمد لله. عملنا معسكر كويس، عملنا ماتشات وديه كويسه الحمد لله. كله جاهز ان شاء الله. مستن يعني توفيق ربنا دي اهم حاجه. طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي كلها بقى لنا اسبوعين قافلين على الفرقه كويس. اشتغلنا كوره كتير جدا، اللعيبه في حاله فنيه وبدنيه وذهنيه كويسه. كله جاهز. يمكن النهارده زولا اصابه يمكن كره مشتركه جاله بس كدمه في انكل رجله. عمار هي بس اجهاد شويه. كل يعني حضرتك عارف برضو ان احنا كله محمل الفتره دي بحيث ان الماتش الفتره الكبيره اللي كانوا قاعدين فيها وضغطنا في فتره اعداد. فكل ده طبعا يعني نتمنى ان شاء الله انه ما يحصلش حاجه تاني لا لينا ولا لكل الفرق. بس الحمد لله كل بقيه الفرقه كلها كويسه وحالتها كويسه وان شاء الله مستنيين توفيق ربنا ان شاء الله. طبعا الحمد لله. يمكن زي ما انت بتقول يا خالد، يعني في الماتشات اللي قدام احنا بنبقى طبعا
النتيجه دي بنفكر فيها، بس اهم حاجه بالاداء وبنجيب نفس طبعا الماتشات الوديه والماتشات عامه غير التمرين، فكنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكتر من الماتشات الوديه. والحمد لله يمكن لعبنا يجي 6-7 ماتشات وديه الحمد لله، لحد ما ظهرنا بمستوى كويس، عملنا نتائج كويسه واداء كويس. ف يمكن ده النهارده اخر ماتش لينا يعتبر قبل بدايه الدوري. الحمد لله طبعا يعني مكسب معنوي حاجه كويسه ان احنا نختم الماتشات الوديه بمكسب معنوي، وان شاء الله باذن الله تبقى بدايه كويسه لينا ان شاء الله عوده الدوري، يعني نحسن الوضع اللي احنا فيه، لان احنا محتاجين كل نقطه في الفتره اللي جايه. مركزنا مش مريح في الجدول، فكل نقطه بالنسبه لنا جايه يعتبر حياه وموت بالنسبه لنا. ف اللعيبه كلها عارفه الموقف اللي احنا فيه، وان شاء الله مركزين ان احنا نعمل حاجه كويسه الى حد ما، يعني باذن الله نخرج من الوضع اللي احنا فيه وان شاء الله نفنش في مركز كويس باذن الله. طيب اتكلمنا على الزمالك والمصري، خلينا نقول المصر المقصة مع أسوان هيبقى هو تاني مباراة في نفس الأهلي وإنبي. خلاص بقى خلينا نتكلم في الدوري ونتكلم على مصر المقصة موقف الصعب وأسوان، والاثنين غيروا مدربينهم، أول مباراة رسمية لإيهاب جلال وأول مباراة رسمية لأحمد إيهاب. مش غريب على المقصة بس راجع في وضع صعب شوية، صعب الدنيا، راجع في وضع صعب ماليا. المقصة اتغير، في عنده حاجات داخلية وشركة بتنفصل عن شركة، يعني ما راحش على مشاكل التوقف والكورونا فقط لا غير، لا راح على مشاكل اللعيبة ومشاكل الفلوس. لكن برضو إيهاب اشتغل فترة إعداد كويسة، عمل ماتشات كتير، بس الموضوع بقى اسم إيهاب بقى طبعا، يعني كانت المشاكل بقى اسمه. ما هو دي مشكلة، مشكلة بتيجي لإيهاب وهو ملوش ذنب فيها. بتيجي انك انت مع المقصة خليت اسمها كويس ورابع وعملت معاها نتائج كويسة جدا، فالتاني فاللي حصل من تاني ودخل اللي حصل من 3-4 سنين الناس بتبقى فاهمة انه ممكن، لا بس في حاجات اتغيرت جوه النادي. مزبوط. نفسه في حاجات اتغيرت، فمحتاجين جهد كبير جدا، في لعيبة كويسة جدا جدا، الخطوط كلها فيها لعيبة كويسة. إيهاب شاطر يقدر يلم الولاد، بس لازم إدارة النادي تبقى في ظهر إيهاب من خلال اللعيبة، ان اللعيبة تبقى على الاقل جزء ماليا تبقى ازاي. انا معرفش طبعا، انا معرفش الظروف اللي حاصلة، الظروف مش حلوة دلوقتي، لكن بس انا بشيد بوليد هويدي والله، يعني لا وليد شاطر، وليد في الوقت الصعب ده قايم بدور اكتر من رأي، لانه النادي ده بتاعهم. لا عارف ده كان نادي هويدي، انا عارف ده كان نادي هويدي، وبعدين بقى الفراعنه وبعدين بقى الجماعه من الجماعه من الفيوم. حافظين تاريخ الوليد ده جميل والله، الهويده. فهويدي طبعا نادي عملوه بدراعهم، يعني بدراعهم صح. فانا بقول انه هيتعبوا كتير في انه يهدوا اللعيبه كلها نوعيات كويسه. هل المقصه مهدد؟ مهدد ولازم يتعامل على انه مهدد. لو ما تعاملش على انه مهدد الامور هتفرط منه. لازم اتعامل على انه مهدد، المقصه والجيش والانتاج والمصري، ناخد من اول المركز الثاني. الانتاج 23 بونت، وطنطا ودجله، كل دول يتعاملوا على انهم مهددين. لازم يتعاملوا، اسوان اف سي، كل ده لازم يتعامل على انه مهدد. الخناقه بتاعه المركز الرابع، المقاولين، الاتحاد، اللي هي بتاعه المربع، انت واخد بالك، هتخش في القصه دي. لكن كل دول صح، لازم اتعامل على انه مهدد، لازم اللعيبه تتحمل مسؤوليه مع إيهاب. إيهاب هيتحمل المسؤوليه لانه اشتغل مع الناس دي وعارفها بشكل كويس. في لعيبه كويسه جدا في المقص، في لعيبه كويسه جدا، جابوا لعيبه كويسه مع ميدو. يمكن انا اكون مش فاهم، انا وجهه نظري ان كان لازم ميدو بجهازه يقعدوا يكملوا. كان لازم يكملوا لان هم كان مشروع وهو جاب لعيبه كتير. فلما يبقى مدرب جاب لعيبه كتير وحصل دروب شويه في النتائج ما تستعجلش، اصبر شويه، ما صبروش. مع ان هو من النوع اللي بيصبره، يعني هو إيهاب في بدايه ولايته هي ما ضحكتش، كانت هتنطق، كانت هتنطق، شكل اللعيبه وشكل الفرقه كويسه. انت واخد بالك، حد من جوه زهق. ما واحد يزهق يبوظ الدنيا، خلاص مظبوط، يبوظ الدنيا، ومع الظروف اللي انت بتقولها فالدنيا، مع الظروف كمان فالدنيا، لكن نوعيه اللعيبه والاسامي اللي موجوده لا بصراحه تقال جدا. تقال
لا طاهر ده ميدو ورا وشبيطه في النص محمد ابراهيم واتنين فراوده مرعي وصلاح امين. انا ما بكلمكش بقى في الباك رايت والباك ليفت لعيبه كويسه جدا. انا ما بكلمكش بقى حسني فتحي وبقيه الفرقه. لا فرقه كويسه انا حافظهم كلهم يقدروا يعملوا نتائج كويسه. اسوان طبعا الامكانيات اقل لكن شكلهم في الماتشات الوديه في نظام في تنظيم وفي نظام والنتائج ايه بقى طبعا مش وحشه الماتشات الوديه النتائج كويسه هم لا النتائج هايله بتكلم فيما اللي جاي كل فرقه مهدده لا تسعى للفوز ما تخليش الفوز نمره واحد تحصل نقط برافو عليك اعمل عملية تجميع النقاط ما كسبتش ما تخسرش برافو عليك تجميع النقاط تجميع النقاط دايما اشتغل مع على ده بشكل كويس جدا خصوصا انك انت هتلاقي حوالي 14 فرقة شبه بعض مظبوط 14 فرقة شبه بعض شبه بعض في الأداء في اللعب هيبقى فرق لعيب فردي هيبقى فرق اتنين لعيبة هتبقى فرق توفيق حكم من عدم توفيقه الحاجات دي كلها حدش ضمن البقاء في الدوري غير أهلي وبقولون وبيراميدز وزمالك يعني اللي عدوا 30 ما انا بقول لك اهو انا بقول لك يعني انا قلت 14 فرقه شبه بعض لازم يشتغلوا لازم يشتغلوا على انهم مهددين المهدد من تحت لحد السابع او الثامن لازم يشتغل في عمليه جمع نقاط لازم يبقى ده هدف في دماغك عشان ما تملاش دماغك بافكار وحاجات كتيره جدا انت مش قدها لا ممكن نسبة الريسك فيها تبقى أعلى. هتبقى اعلى من 9 نقاط في الثلاث ماتشات الاخيرة لأسوان رفعوه من 9 نقاط ل 18 ودي فرقت جدا مع مجدي عبد العاطي بس خد بالك أسوان هيلعب كل ماتشاته هنا طبعا مفيش أسوان الا يعني دنيا تبان ربنا ييسر الحال لا لا خلاص في أندية هتلعب طنطا هيلعب فين؟ طنطا هيلعب في الماكس في اسكندرية حلو كل ماتشاته ملعب طنطا مختلف عن الماكس بس الماكس احسن له الماكس بقى طنطا لا ما بيكسبش في طنطا اصلا و... لا ده عيب عنده هو والله العظيم لكن ملعب طنطا المفروض مفروض انا لا بلعب الماكس احسن له انا لما اجيب اجيب الفرق الثانيه عندي ما اطلعش خسران ما اخسرش فيه مظبوط يعني على الاقل حاجه اقل تقدير اتعادل ده اسوان كده معظم 18 بونت كده يعني او 9 بونت نروح لحرس الحدود بقى شايف انه الحدود مع طموح محمد حليم بص الظروف اللي احنا فيها وظروف الوباء ورجوع الفرقه انك تقعد في الدوري ده ما تعليش سقف طموحك اكتر من كده خلي بقى الطموح لما بعد للسنه الجايه انا بقول لك ليه حليم مدرب صغير جميل كان لعيب هايل لا ومدرب هيبقى مدرب كويس يعني ان شاء الله لانه هادي وتصريحاته وعقله ما فيهاش لا اوفر قوي ولا بيستخبى قوي بيقول الحقيقه اللي بتحصل في فرقته يعني ومن فضلك خلي طموحك انك تقف في الدوري بشكل كويس خلي الطموحات الثانيه لو ربنا كرمك وبقيت انت موجود في ان شاء الله السنه الجايه تبقى السنه الجايه في وضع حدود 19 بونت ولا 17 مباراه كل الاوضاع دلوقتي ما انا بقول لك كل دول كل طموحك يبقى بقائك في الدوري اتحاد السكندري بعقلانيه طلعت يوسف والحقيقه المسانده يعني الغير عاديه من رئيس النادي محمد مصلحي لا مصلحي بصراحه اي مدرب يتمناه كرئيس نادي طبعا الخطوه اللي عملها بتاعت امام مش عارف مين اللي فكر له فيها لكن بصراحه يعني حاجه كويسه جدا لو محمدين طبعا لو اتساب يشتغل لا بيتساب الاتحاد بيتساب لو اتساب يشتغل خلال 3 4 سنين امام هيعمل لهم قاعده كويسه جدا والرئيس النادي الشاطر في الانديه اللي زي الاتحاد والمقاولين والمقاصه ان هو يعمل قطاع ناشئين كتير يعني يعمل مشروع واضح ان محمد مصلحي مع حفظ الالقاب بيعمل لنفسه مشروع لو عملت لنفسك المشروع ده هتربي تربيه كويسه تحت اسكندريه مليانه عددها كبير مش معقوله اسكندريه في تاني عدد الناس ما بعد القاهرة وما يبقاش في الاتحاد ما تيجي نحسب الاتحاد زمان كده بس الناس تزعلوا مننا لا ابني بيقول لي ده انت قديم قوي فانا لما اتكلم على عرابي لا وكان معاه هاني سرور ونصر لا بتكلم شوف فرقة الاتحاد مين من اسكندرية انا بقول لك ثلاثة هم ثلاثة من اسكندرية عرابي وهاني سرور ونصر كنت بتتكلم بقى على كروان
بتتكلم على احمد يعقوب، بتتكلم على شهته، بتتكلم على سمير بن خيمر، بتتكلم على الجاري، بتتكلم على طه تنسى، بتتكلم على محمد عمر، بتتكلم على البابلي، لا هتنسى، بتتكلم على بوبو العظيم، بتتكلم على اسماء بعد كده جه طارق العشري، بتتكلم على خطوره، بتتكلم على من انا عمال اقول لك ها عيد كان بيعذبني انا محمود صالح حربة ما حصلش يا عم عيد ايه يا عم عيد ايه انا بقول لك اتكلم على الاسناوي كل ده اسكندريه خلي بالك كله اسكندريه ما اتكلمش على حد من بره اسكندريه لحد دلوقتي عشان كده انا بكلمك انا بكلمك ما لازم يبقى لازم يبقى في مشروع النهارده انت خدت الارض وبقى عندك نادي وبقى عندك ملاعب تحفه 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 ما انا بقول لك اهو اعمل مشروع ومالكش حجه وانسى الضغط بتاع الفيسبوك شويه لانه برضو رؤساء الانديه غصب عنهم بودانهم ولا انا نفسي كده نفسي يا عم ولا لا بس الناس بتتاثر انت ماشي في مشروع كويس الاتحاد ماشي في مشروع كويس كابتن طلعت يقدر يدير ده بشكل كويس جدا هادي وافكاره مرتبه وافكاره ساعات بينزعج وبينطلق ساعات بينزعج لكن هو هادي وافكاره مرتبه يقدر المشروع ده خلال 3 سنين او 4 سنين نادي الاتحاد ده يبقى عنده وفرة لعيبة من اسكندرية حاجة زي الفل استحالة العدد النسمة اللي هي بعد القاهرة الاسكندرية وما يبقاش فيه في الاتحاد اتنين لعيبة من اسكندرية حاجة تزعل قوي لا ما ينفعش فالمشروع ده كويس جدا ان شاء الله ينجح بشكل كويس بس هو محتاج صبر مش محتاج زن ومع الوقت هتلاقي الرعاة وهتلاقي الدنيا وهتلاقي انت اللي بتصرف عليه هتلاقيه كمان تلس بصراحة النادي كده دمه خفيف لا نادي الاتحاد ده نادي عريق طول عمرنا انت عارف فاكر النادي الاصلي الشاطبي اللي كنا بنلعب فيه الشاطبي تعرف السور من هنا مدرج صغير كنا بنلعب كانت لا نادي الاتحاد نادي اول ماتش عاد نادي عريق اول ماتش عوده تالت مع الفريق كان الاهلي والاتحاد فاكر بتاع فوزي سكوت بتاع فوزي سكوت اللي جاب جون بدماغه الجونين في الملعب الصغير الاهلي كان بيلعب في الملعب ده كان الجمهور مالي الملعب وخلاص كان فاضل ربع ساعه وكابتن خطيب اتصاب وخرج ونزل فوزي سكوت جاب الجونين فاكر انا ساعتها قلت اللبس والدنيا والدنيا كانت الامكانيات محدوده محدوده وكان والاهلي يروح بنجومه والناس كله هناك في الملعب ده وما كانش في اي مانع ان احنا فاكر لما ربنا انت دلوقتي عندك برج العرب والماكس والاستاد البلديه اهو الاتحاد ابص الاتحاد عامل ازاي لا الاتحاد النادي دمه خفيف لا والجارم جارم والجبل وسلام جارم كان لاعب بتتفرج عليه تقعد تتفرج عليه ده فوزي سكوتي مش كده هو ده هم دول هو ده الملعب هو ده يا ابن اللعيبه مين الاستاذ اللي جاب وائل النهارده بهنساوي ما شاء الله بص اهو جولين فوزي يا سلام يا سلام جون ده نصر ده دم مش عباط خلي بالك فوزي نزل جابوا الجونين شريف عبد المنعم ده الوحش شريف شفت اللعيب عامل ازاي محمد عباس يا نهار ابيض على ده لعيب الخطيب ده الخطيب ده شكله هدف فوز لا مش الخطيب صدق طار الشيخ لا الخطيب طب نرجعها تاني ايوه مع 10 بس لا رايز. طب نشوفه تاني شوف الاتحاد السكندري بص الفرقه عامله ازاي بص الفرقه عامله ازاي الكرامي انت وجوم منك الكرامي ده بتزعل مين ده الماتش بتاع طب بيبو يا عم ده الخطيب بس بيبو الخطيب الناحيه ده استني جابوا لي صوره من الناحيه الثانيه لطاهر الشيخ الخطيب ما كانش حد بيلبس 10 غير الخطيب ما انا بقول لك واضح ان ده هدف مكسب لا دي صوره ثانيه دي صوره ثانيه ده طاهر مش كده ده طاهر الشيخ تقريبا هنا ده اعتقد ماتش كان في استاد القاهره ماتش بتاع 1-0 عادل البابلي تقريبا مش كده ده ماتش ضيع على الاهلي بطوله الدوري عام بس الملاعب كانت صعبه ازاي زمان لا الملعب كان صعب جدا محمود صالح اهو بس كنا بنستمتع كنا بنلعب وبنستمتع وكله تمام كنا بنستمتع الاتحاد تاريخ محمد عمر كابتن الاتحاد محمد عمر لا ولما كنا نلعبهم يا شوبير كان في لغه بيكلموا بعض بيها ما نفهمش الحرف الاولاني اللغه دي ايه يا عيد يقول لي احنا بنشقلب الكلام بيشقلبوا الكلام مش عارف ايه اللغه دي بيغير الحرف الاولاني بيغير الحرف الاولاني او الحرف الثاني انا كنت لما بقول لك بقى لما ربنا كرمني فكنت انا كنت بقضي اجازتي في اسكندريه فانا ما كنتش باخد اجازه انت عارف شنطتي على كتفي رحت اتمرن في نادي الاتحاد على طول انزل اتمرن مع الفريق الاول واتمرن مع الفريق تمرينه كامله والجمهور يقابلني والاسماعيليه انت عارف كده تنزل اتمرن مع فريق النادي الاسماعيلي وانزل اتمرن مع فريق الاتحاد انا بحب الفرقتين دول جدا يا بيه الاسماعيليه كنا بنلعب ماتش انا فاكر 20 سنه فاكر واحنا راجعين كان حسني عنده معسكر منتخب
مع الكابتن حسن. فجاي لي مش عارف كان فاكر كابتن امير ولا مين، قال له ده ممكن حسني يرجع معاه. قلت له يا كابتن ينور وغديناك يا حسني فاكر. ورجع معانا في الدنيا كانت سهله يعني. الكابتن عبد القيه كان بيحكي في ماتش السوبر جنوب افريقيا وخسرانين احنا ومش شايفين قدامنا، وكان تامر عبد الحميد عنده امتحان من جنوب افريقيا. شفتها في الحلقه امبارح لا انا فاكر كنت انا ساعتها كان عندي رباط في بيتي. وعمال يكشف جوهر استاذن وجه تامر وكان عنده امتحان وكسبان لا الامور الدنيا جميله يعني. الدنيا جميله. طيب هنروح لبيراميدز وهنروح لطنطا وهنروح لباقي الفرق، بس لما نروح لفاصل وارجع كام. جبت لك مفاجاه قبل الفاصل إيه؟ الاهلي وكانوا وانت والله والله جبت لك احلى ضربه جزاء الله يرحمه الكابتن علي زيور صيدتني. بس كانت الماتشات بتتذاع في الراديو بس ذاع راديو. وبعدين احنا باختلاق ده الجون اللي دخل فينا انا كنت بحسبه فاول لحد قريب، اكتشفت ان انا خبطت في محمود صالح. انا طلع خدها لاني خبطت في محمود، هو اللي عطلني محمود. ايوه انا مش احب يعني فاهم انا بقى يعني بقول اعتراض هنا ضرب. ادي البنالتي بتاع مجدي انقذها سونج، والبنالتي الاولاني انا بصيت عليه بس التحكيم انا مش فاكر كان مين حكم كويس قوي. مسكت واضح انه شمال افريقيا لا او ممكن يكون من زيمبابوي يمكن يكون من جنوب افريقيا. بص حتى كاميرا واحده يا عيني كان دي صعبه قوي. دي صعبه قوي مصطفى ابن كل صعبه كمان بايدك اليمين مش بالشمال. لا انا يميني احسن والثانيه اهي كمان هنا انا قلت خلاص كان ورايا ربنا يديله الصحه استاذ ابراهيم حجاج. في ده البنالتي بتاعك امال ايه شايف رشقه فين عيد يا ابني عيد يا ابني خلي الولاد يتعلموا شايف راشق فين علاء ميهوب خلصنا في الاخر علاء خلصنا في الاخر كان زكريا قبله والجمهور كان جميل. ده بقى كان بال ده كان يا جماعه بالحكام ولا 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 يلا مش عايزين نقلب المواجع خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع الكابتن بيه. اجيب لك حاجه من التاريخ تاني عشان الاولاد يفتكروا ضربات الجزاء. انت لعبت بكرايه الماتش ده كان انا وانت لعبت مكان مدحت مش كده مدحت ده بص بقى الحكايه الاصعب انا اتدبست في الماتش ده بكرايه انا ابتديت انا ومحمود صالح مدحت راح مسك الخلفيه ودخل بين الشوطين قال له مسمار مسمار. فمجدي ابو غني قال لك كبسات هيكمل قال له بيقول لك مسمار. فلعبت انا بكرايت وحشيش نزل حشيش نزل جينا بعد اربع ايام عندنا الزمالك لو تفتكر 1-0 تعالى فراح قال لي كبسات قال لي هتلعب بقى بكره قلت له لا يا كابتن انا لعبت كنت مضطر ما هتخاف فابتدى بعد 6 دقايق برضه الخلفيه ماسك الخلفيه تراجع بكره التاني وكان طريق يحيى ساعتها كان وانجليفت يعني قلت له تاني امر الله قال لي امر الله لعبنا وكسبنا الماتش ده 1-0 خلينا نروح لبيراميدز. بيراميدز عاجبيننا جدا نادي قافل على نفسه بيشتغل في هدوء ما تعرفش هم بيعملوا ايه لكن واضح ان في نظام ما عندهمش رغي كتير صحيح عندهم مركز اعلامي بيطلع عاجبني يعني سعيد النادي كله شغال بشكل كويس تنزيزه شغال باسلوبه نعم اللعيبه في التزام في انضباط جوه مركزين ياخدوا الكونفدراليه وده هيبقى حاجه ياخدوه ان شاء الله حاجه كويسه جدا ان شاء الله اتمنى ده ماشيين بشكل كويس حتى ماتشاتهم عاملينها معدلات كويسه اللعيبه واقفه على رجليها في عدد كبير من اللعيبه كويس باستثناء اللغط على فلان ماشي وفلان قاعد وفلان ماشي وفلان يعني دونجا ماشي هيروح الزمالك مش هيروح الزمالك حتى لو ماشي بعد نهايه الموسم يعني حتى لو حد هيمشي يعني انا بقول لك دي الحاجه اللي بتتقال لكن هم قافلين على نفسهم الفرقه مركزه حالتهم البدنيه كويسه جدا فان شاء الله يعملوا حاجه يعني. يظل عبد الله السعيد رمانه الميزان في بيراميدز من وجهه نظرك اهم لعيب هو اهم لعيب في الدوري المصري بصراحه صح يعني اهم لعيب في الدوري المصري عبد الله عبد الله بيعمل في صمت يعمل عارف هو عايز ايه يعمل في صمت ممكن ابقى صامت بس ما بعملش لا بيعمل لا هو بيعمل في صمت ولامم الفرقه ومحدد الاهداف هو يبقى اهم لعيب في الدوري المصري. طنطا طبعا ظروفها الماليه كانت صعبه انا سمعت الاستاذ فايز عليبي الراجل المحترم كذا مره وكذا مره دخل عنده مشكله عامل شخصيه للنادي عامل شخصيه هي. طبعا وعامل حاجه كويسه بس
طبعا هو ضغط في الاول على اساس ان ما يكونش في لعب، لكن سؤال حقيقة قال لي اقتراح ممتاز، قال لي نلعب بالسنه الجديده بنفس موقف السنه دي، يعني قال ان الناس عشان ما تقولش ان انا عشان انزل ومش انزل وخايف، يعني هو قال ان انا بس يعني نعم. لكن في النهايه شغالين واقفين على نفسهم طبعا. الافارقه مشوا لانه طبعا اكيد جانب مالي او جانب مستوى هم ضعاف جدا بصراحه، ضعاف يعني الموجودين. انا بشوف طنطا من الفرق الرزله اللي فيها خطوط تقدر تعكنن على اي فرقه يعني يعني فيها لعيبه كوره كتير تقدر تعكنن على اي فرقه. اتمنى انه عمليه تغيير ملعب تبقى في صالحهم بشكل كويس، لكن هم فرقه عندهم عناصر وعندهم خطوط كويسه جدا يعني. نروح من طنطا لنادي سموحه. يمكن سموحه البدايه يمكن حماده ابتدى ماتشات الوديه تقيله، اهلي وزمالك او زمالك واهلي. هي يمكن بس دي غلطه حماده الشناوي لما سالته قال انا كنت عايز اخد العلقه دي، يعني الله اعلم ممكن تجي يبقى لها رياكشن بوزيتيف ايجابي وممكن يبقى، لكن في النهايه فرقه سموحه حماده قبل البطوله ما تقف كان عامل معاها شغل كويس جدا وعامل الفرقه ابتدت كانت تفوق في عناصر كتير صغيره. طبعا اكيد بعد الماتشين دول حصل يعني انا عايز اقول ان هم في بعض اللعيبه عايزه انضباط شويه، يعني عايز يتشد من ودنه شويه يعني عايز يضغطه بشكل كويس. أنا خسر في الزمالك وخسر في الاهلي بس بعد كده عمل ماتشات كويسه. لا بعد كده فعلا الفرقه الخطوط بقت تنتظم والخطوط بقت كويسه. وانا متاكد ان حماده لما هيقفل على الفرقه هيعمل زي قبل ما الدوري يقف. الفرقه فيها لعيبه كتير كويسه جدا ومحتاجه بس انه في بعض النجوم محتاجه انها تهتم بفرقه سموحه عن انها تتباع. الجونه ده مهم جدا، الجونه لان ده بيعمل صداع على حماده برضه. المدرب مش عايز كل يبقى عنده كل شويه تسال اللعيب ده هيتباع، اللعيب ده هيقعد، اللعيب ده ماشي، اللعيب ده هيجدد اعاره، دي بتضايق شويه. الجونه الجونه يعني يمكن انا شفتهم في ماتش الاهلي الى حد ما كويسين ماشيين بشكل كويس. ينقصهم وجود حسام غالي. حسام غالي ما راجع يعني هو كان انا لا ده شفته في الحديث شفته هو خايف. ما تخافش يلا حسام انت في ايه، انت كنت تخانق مع كل الناس. ف لا فرقه كويسه في عناصر كويسه جدا والعناصر كلها عندها طموح انها يا اما ترجع ناديها يا اما تظهر بشكل كويس، يا اما في لعيبه رايحه المنتخب الاولمبي. فانا بشوف ان هم عناصر محتاجه التوفيق ان شاء الله في انه تنتظم بشكل كويس. وادي دجله هي اللي مشكله بس لانه ماجد ضغط بشكل كبير جدا على انه ما يكونش في دوري. لكن بقى في دوري ومغير هو كان مدرب وحصلت الايقاف في الدوري. فجاب المدرب انا شفتهم في ماتش في ماتش واحد الماتش الزمالك. لازم يبقى في تعديل على الاسلوب شويه. نفس الاسلوب لازم يبقى في تعديل. انه زي ما بقول لك اجمع نقاط تقعدني في الدوري، اجمع نقاط تقعدني في الدوري. انسى الجماليات دلوقتي. او انسى السيستم اللي يبقى معمول. ده فكر كويس واحترافي وجميل جدا وماجد شاطر فيه بشكل كويس، لكن العناصر اللي موجوده مش كلها قادره تنجح هذا السيستم قد ما انها يفشل. يعني انتاج حربي، الانتاج ربنا يكون في عونهم. طبعا مجدي عارفهم راح عشان يساعد لحد كبير مع كابتن مختار. عندهم لعيبه كويسه لكن اهم حاجه انه يبقى عندهم التزام شويه. اللعيبه محتاجه التزام، واعتقد ان مهدي خالد مهدي بعد الكلام اللي قاله وانه في هيبقى في تجديد الاجراءات الطبيه من فضلكم الفريق الطبي يعمل اجراءاته الطبيه بشكل، ويكون حازم معاه خالد يا مهدي واللواء اشرف برضه. لانه هم فرقه كويسه وخطوطها مكتمله ويقدروا يعملوا حاجه. اتكلمنا على فريق مصر وعلى طلائع الجيش، واتكلمنا على امبي، واتكلمنا على المقاولين، يتبقى الاسماعيلي، يتبقى النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده تحدي كبير جدا. فايلر مش من مدرسه الماتشات الوديه بشكل كبير، من مدرسه المدربين اللي تحب تعمل شغلها في التدريب. في التمرين في الوحدات التدريب، فعشان كده تلاقيه عمل ماتشين اقل فرقه في الدوري.
ورغم كده حاله اللعيبه كويسه، حاله الفرقه كويسه جدا، في روح معنويه عاليه في فرق الدوري لازم يحافظوا عليه بشكل كويس. في بطوله مهمه وهامه جدا لازم يكون التركيز عليها، وفي جزء عند اللعيبه جزء كبير وهو الاهم، وجزء عند الراجل. الراجل مش هيغير اسلوبه، نعم، اللي هو الناجح، نعم، يعني اسلوبه اللي ناجح بشكل كويس، نعم. الجزء اللي جاي على اللعيبه، ومهم جدا ان دلوقتي في لعيبه كبار جوه الفرقه تقدر، واللعيبه تقدر تفهم قد ايه بطوله افريقيا مهمه. صحيح. وعشان بطوله افريقيا تبقى مهمه لازم ماتشات الدوري امشي فيها بشكل كويس، واصاباتي تبقى قليله، وحجم شغلي يبقى عالي جدا. فلازم كل اللعيبه تبقى عارفه ده، واعتقد انه وجود سيد ووجود الفايرر هيهيئ الجو ده. مازلت مصمم ان وليد ازار هو احسن مهاجم؟ اه طبعا، احسن مهاجم موجود في السنتين اللي فاتوا في النادي الاهلي، وهو مروان. الى الان بادجي بالنسبه لي ملوش معالم. مش عايز اظلمه واقول انه احنا خلاص، الناس كلها قالت على فلافيو كده في الاول. مع الفارق، مع الفارق فلافيو كان حواليه بقى كتيبة تعوض فتخليك ايه تصبر. موجودين ناس كويسه، لكن مش بالتقل اللي كان موجود. عماد متعب كان يشيل لك قدام خلاص، يشيل لك يشيل تبقى تطمن انك تصبر عليه. وبعدين مش كل مره الحاجات دي تتكرر، خد بالك، يعني الامثله دي مش لازم انها تتكرر. اتمنى انه زي ما بيقولوا في الكوره ينطق يعني. نورتنا وشرفتنا يا كابتن ضياء. حبيبي يا شوبير، وكل سنه وانت طيب ومشاهدينك طيبين، وان شاء الله عوده حميده للدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. خلص الكلام اعزائي المشاهدين، مسك الختام، سلام.